صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واصدر قانون رقم 30 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب.